الغلطانه اللي مش عايزه تيجي معانا الفيوم. ويا بنتي حد الفيوم اعمل ايه؟ انا هقعد هنا احرس البيت لحد ما ترجعوا بالسلام. البيت وبس. طيب وعصام كمان ابن الجيران. اوعي يا دادا يبص كده ولا كده. اللي يحب من قلبه يا بنتي ما يبصش لا شمال ولا يمين. اساليني انا. يعني هو بيحبني من قلبه يا دادا؟ يعني خلاص هو ما عندوش نظر. عندنا. ربنا يتمم لكم بخير يا بنتي ويجعل قدمه عليكي قدم. عايز هو انت شايفه بيضربني بالنبله والله العظيم لك كسرها لك 50 حته. استني عليا يا واد انت انا هموتك. هموتك يا اسامه. كده كنت هتكسر العلبه. تعرف لو كنت كسرتها كنت علقت رجليك من السقف. عشان دي ما هي دي يا ابني اللي فضلنا من ريحه المرحومه والدتك. لو تعرف قيمتها. 5 سنين وانا محافظه عليها زي عينيا. والله لولا وصيتها ما كنت قعدت يوم واحد هنا عندكم عشان خاطر ضرب النبل. حقك عليا يا دادا. تتكلم جد؟ هاتي راسك يا بص. بس لو ما كانش قلبي بيحن خد. يا واد يا سيد تعال معايا علشان تكمل لبسك. الله انت لسه يا بابا. انا جيت احجز لي مكان في شنطتك. علشان ايه؟ علشان دي. طب وتدفع كام؟ بوسه كبيره قوي. استني ما امسحوني. لا روح انت كمل حلقتك وعشان مستعجلين. طيب هتشوفي مين اللي هيسبق. صباح الخير. صباح الخير يا سهى. انا اول ما شفتك من الفرندا جيت جري. وانا كنت هزعل خالص لو كنت سافرت من غير ما اشوفك. لا انا مش موافق ابدا انك تسافري وتسيبيني. ما تزعقش الا بابا يسمعك. وماله لما يسمعني؟ احنا جيران وبنحب بعض وهنتجوز. مش لما بابا يوافق. الو مين؟ أحمد؟ صباح الخير. اسمعي يا كوثر أنا عندي فكرة. إيه رأيك تحصليني أنت ومامتك على الفيوم أو تمضي يومين كويسين وفي اللوكاندا تبقى فرصة طيبة تتعرفي بالأولاد. أصلي أنا يهمني جدا أنك تحبيهم وهم يحبوكي قبل ما يعرفوا أننا هنتجوز بعض. ها اتفقنا يا كوثر؟ حاضر 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 حاضر. وبيعملي لي تليفون قبل ما تسافروا. هتوحشيني قوي لحد ما اشوفك هناك. هتوحشيني قوي يا سوا. ما انا هبعت لك جوابات. بس لازم تقولي لي في اول جواب ان باباكي موافق على جوازنا علشان اول لما ترجعوا تيجي ماما تقابله. انت كلمتها؟ وخلاص وافقت. الحمد لله. ايه ده يا عصام؟ انا خطيبك. لسه في حديد بيننا وبين بعض. هكسره. مع السلامة. الله يسلمك. أنا اللي هسوق يا بابا. طيب يا ستي بس على مهلك. اسمك ايه؟ اسمي محمد. محمد العرب. وساكن هنا؟ لا انا باجي هنا اشوف الستات الحلوين بتوع مصر. بقى كده. اسمك ايه؟ سهى. مرات يا ست سهى. اهلا وسهلا. تعالي بقى نشوف البركه سوا. حالا بس اغير هدومي. ها حاضر. انا قاعد هنا استنى.
الخيش بتاعنا من هنا. بتقول الخيش؟ ايوه قصدي الخيمه يعني. اه يا ده بعيده قوي. اي مالك يا ست سهى؟ اني انطرفت. طب هاتي منديلك واقعد. خلاص بقت كويسه. انت اتخضيت يا محمد؟ انا قلبي انخطف على عينيك الحين. الحمد لله كانت سليمه. ميرسي يا دكتور محمد. انا بحبك قوي يا ست سهى. وانا كمان بحبك خالص خالص. ونفسي اروح معاكي على مصر. بس كده. على السلامة. الله يسلمك يا أحمد. يا سلام قد إيه أنا فرحان إنك جيتي. اسكتي ماما وافقت بالعسل. يا سلام قد إيه أنا بحب مامتك. طب تعالى سلم عليها. أيوه تعالي. لا دي ماما طلعت فوق. أحسن. كده. قد إيه أنا عاوزها تستريح للسفر. أمال فين سهى وأسامة؟ سهى راحت ترسم زي عوايتها، وأسامة تلاقيه بيتلطط في كل حتة، ودلوقتي يجوا معرفي بيهم. لا 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 بلاش. ليه يا كوثر؟ سيبنا أتعرف بيهم بنفسي. ونبقى أصحاب، وبعدين بطريقة لطيفة هم اللي عرفوني بيه. كمان أنا شايفة إن دي أحسن طريقة عشان يعني ما يكشوش مني لما نتجوز. فكرة لطيفة حلوة حلوة قوي يا كوثر. بعدين وحشتيني. قوم من جنبي. ليه؟ لحد منهم يطب على غفلة ويشوف. ودي حكاية ايه دي بقى؟ شوية صبر. شوية صبر؟ ايوه ايوه. طب يلا اتعرفي بيهم اوام على سناء طلعت معاك اليومين دول. حاضر. يلا يلا اوام يلا. انت مش عاجبني النهارده ابدا يا محمد. أنا زين أنا زين. لا روح استريح يلا. التصويرة نكملها بكرة. بكرة؟ أيوة يلا روح على طول. ها حاضر. نهارك سعيد. نهارك سعيد. ملامح مظبوطة خالص. تسمحي لي أتفرج؟ لسه ما خلصتش، لكن الجزء اللي خلص بيوري إنك رسامة ممتازة. هي دي شغلتك؟ لا أنا هاوية الرسم والنحت. تعملي تمثيل كمان؟ شوية كده وشوية كده. ده احنا يظهر هنبقى اصحاب قوي. حضرتك بترسمي؟ نفسي اتعلم. يا سلام، دي احسن حاجة ان الواحد يملى عينيه من جمال الدنيا ويسجله بايديه. خسارة، لو كنا اصحاب كنت اقولك تعلميني. احنا بقينا اصحاب وهعلمك. اخوكي؟ ايوه. انت فاكر في ايه؟ خلاص بابا اقدم لك ابله كوثر. اهلا وسهلا، تشرفنا يا كوثر هانم. فرصه سعيده قوي يا احمد بيه. الهانم جايه تتفسح هنا؟ وانت مش عارف جايه ليه؟ من حق يا اسامه. مش تبقى في الشقاوه دي بقى يعني. اسكت. لا بس يعني اتكلم. اوعى. يبقى نرقص بقى. موسيقى لطيفة أوي. رحت أفندم؟ لا أنا اللي هرقص معاك. الحمد لله. يا سلام قد إيه الجو جميل هنا. سهى. نعم. الله مالك؟ فرحانة في إيه؟ محمد العربي ما جاش إمبارح ولا جاش النهاردة علشان أكمل الصورة. لازم نسي. مش ممكن ينسى. أنا خايفة ليكون عيان. قد كده بتحبيه؟ أوي أوي يا أبلة كوثر.
أنا رايحة أطمن عليه. طيب بس ما تتأخريش علشان ناخد الشاي سوا. حاضر. طيب. الست جاية لولدك محمد. نهارك سعيد. مرحبا بك يا بنتي. شرفي شرفي. لما تخف يا محمد هبقى اخدك معايا على مصر ولففك عليها حته حته، واجيب لك البدله الصغيره اللي على قدك والجزمه اللي بتلمع، وهجيب لك كل اللي انت عايزه. ان شاء الله السنه اللي جايه اللي زي دلوقتي هنبقى نرجع سوا. ها مبسوط؟ محمد ده الكلام اللي قالته لي. مش معقول تتاخر لحد الوقت، لازم كرالها حاجه في الصحراء. ربنا يستر يا احمد. انا هروح ادور عليها. انا بحب الجو يا ست سوف. وانا كمان بحبك خالص خالص، ونفسي اروح معاك على مصر. طمني يا دكتور، فاقت ولا لسه؟ لسه برضه. وبعدين دي بقى لها مدة طويلة. أنا اديتها حقنة جلوكوز دلوقتي. هي حالتها خطرة، أرجوك كلمني بصراحة. على العموم من هنا لحد الصبح، أرجو إنها تفوق ويزول الخطر. عصام، سلامة سهى يا عم. أمر ربنا يا ابني، أمر ربنا. وهي زيها دلوقتي؟ أهو النهار طلع، يا رب يكون فائد. أستاذ أحمد. خير يا بنتي؟ الحمد لله، نفسها انتظم وابتدت تفوق. الحمد لله.
سهى 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 بابا انت بخير يا بنتي الحمد لله الحمد لله على السلامة يا سهى عصام خليك مستريحة يا بنتي انتوا مظلمين الدنيا لي يا بابا الدنيا نور يا سهى والشباك مفتوح الشباك مفتوح ايوه يا بنتي لكن انا مش شايفه حاجه مش ممكن انا مش شايفه حاجه ابدا مش ممكن مش ممكن بابا بابا انا هو يا سهى انا تعبت يا بابا انا تعبت يا بابا رحمتك يا رب شايفة كده؟ مش شايفة حاجة ولا كده؟ لا وبعدين يا أستاذ أحمد على العموم السنة الجاية ممكن نعمل العملية مرة تانية ومين يعرف؟ إن شاء الله يا دكتور إن شاء الله ايه ده يا صاحبي مخلي الاوضه دايما ضلمه كده وايه الفرق يا بابا وبرضه لابسه النضاره السوداء لا لا خليها اؤكد لك يا بنتي عينيكي حلوه زي ما كانوا وكل انسان يتمنى يبص لها دلوقتي عينيا بقت للناس وانا مفيش فايدة خلاص اتحكم عليا طول عمري أعيش عامية يا ريتني كنت مت يا ريتني وبعدين يا سهى انت بالشكل ده بتعذبي نفسك وبتعذبيني جنبك انا عارفة اني بقيت حمل تقيل عليك ازاي انا ليا من غيرك يا بنتي سامحني يا بابا سامحني لا يا بنتي انا مش عاوزك ابدا تتكلمي باللهجة دي يلا يا حبيبتي يلا امسح دموعك الله النهارده عيد عيد ميلادك يا سهى ادي الفستان الجميل وادي العقد اللي وعدتك بيه كل سنه وانت طيب يا بنتي وانت طيب يا بابا الليلة هتضحكي وضحكتك هتملى البيت وتخرجي بقى من الحبسة
اللي انت فيها دي من يوم ما رجعتي من المستشفى، وهنفرفش وهنهيص زي زمان زي زمان يا سهى. حاضر يا بابا. يلا يا حبيبتي بقى غيري هدومك وانا هنزل اوضب الصالون بنفسي. يا دادا دادا، وعلى فكره هعزم كل اصحابك، عاوز الليله الحفله تبقى حفله عظيمه قوي. يلا يا دادا لبسيها وصيغيها، انا عاوز اشوف عروستنا الحلوه. حاضر من عينيا الاثنين. هو انا ليا بركه الا سهى؟ تعالي يا بنتي يا حبيبتي، اقعدي يا اختي، تعالي اقعدي يا بنتي. دادا. نعم. الشبابيك كلها مقفلة يا بنتي، تعالي بقى ما اسرحلك شعرك. أنا متهيألي يا دادا إنه بيتهرب مني. لا يا بنتي ده مسافر. كان يقدر يبعت جواب أو يتكلم في التليفون. الغايب حجته معاه؟ يلا بقى. طب روحي أنت اعملي لي فنجان شاي. حاضر يا بنتي. اسمع الكلام ولا بعدين ما تبقاش ابني ولا اعرفك. الو عصام، عصام سافر العزبه. انا عمر ابن خاله والدته. كده؟ طب من فضلك يا استاذ عمر لما يجي عصام ابقى اقول له ان انا اتكلمت، علشان اقول له إن بابا مش موافق على جوازنا، وأنا كمان لقيت إن عنده حق. يعني أنتوا دلوقتي مش موافقين على الجواز؟ متشكرين. متشكرين، قصدي يعني حاضر لما يرجع هقول له. أدي اللي ناقص، تتجوز واحدة عامية. في حاجة تانية أقولها له؟ لا. لا. هتعملي ايه يا بنتي؟ حرام عليك، حرام عليك. ليه بس كده؟ انا بإيدي انسانة مجروحة، مجروحة. انتي غلطانة يا سهى. إذا كان خطيبك تخلى عنك في الوقت ده وبالطريقة دي، يبقى من حظك علشان تتخلصي منه. لأنه شيء تافه. وأنا بقول عليه شيء لأني ما أقدرش أسميه إنسان وهو ما عندوش قلب أو كرامة أو رجولة أو خلق. وإذا كنت فقدت البصر ده ما يكونش مدعاه لليأس. اللي يفقد البصر أو عضو من أعضائه
اللي ما عندوش مال أو ولد أو اتحرم من جمال الخلقة، أي واحد عنده نقص يقدر يعوضه بحواسه التانية وأعضاءه الأخرى وبالنعم الكتير اللي مالية الدنيا، ويقدر يعيش ويسعد في حياته. المهم إننا ما نفقدش إيماننا بالله وإيماننا بأنفسنا. التجربة دي فاتت عليا لأني فقدت بصري وأنا طفل صغير وفقير، ودينا أهو عايش سعيد وبنتج وبشارك في الحياة وميسور الحال وافتكر في ناس كتير بيحسدوني على اللي أنا فيه. يا آنسة، ما تضيعيش وقتك في الآلام والأحزان. انت دلوقتي دخلت عالم جديد، لازم تدربي نفسك على الوسائل اللي تشق بيها طريقك فيه، واعرفي ان اليأس هو اللي بيصور لك ان دنياكي اصبحت ظلام قاتم مستديم. لكن لو نفذت كلامي وتسلحت بالصبر والايمان والعزم، هتعيش في دنيا جميلة من صنع ايديكي، كلها نور وإشراق وشمس لا تغيب. يلا يلا يا أنسة، ابتدي حياتك، وأنا متأكد إن المجتمع هيستفيد عضو صالح له أثر وفضل. توعديني؟ أوعدك. إذن تعالي نتصفح. دلوقتي ظهر لي أول دليل على نجاحك المنتظر، لأنك جيت لحد عندي وإيدك وصلت لإيدي على طول من غير خطأ ومن غير مساعدة من أي حد. دي بداية طيبة، بتذكرني بكلام المرحوم أحمد شوقي لما قال: ويد الضرير وراءها عين ترى. أتمنى لك كل حظ سعيد. صباح الخير يا هدى. صباح الخير يا دكتور صلاح. من فضلك بلغي المدير ان انا جيت. حاضر يا دكتور. وانا هستنى في اوضه الانتظار. حاضر. اطمن يا بابا، انا حاسه ان هكون هنا بين اهلي واخواتي. اسامه. نعم يا ام. وخلاص هتخش داخليه في المدرسه؟ ايوه، اروح بكره. وهتبقى تكلمني في التليفون كل يوم. وانت كمان يا بابا، ابقى طمني اول ما توصل القصير. طبعا يا بنتي طبعا. طب ومكشر ليه يا بابا؟ انا باين من صوتك، مش كده يا أسامة؟ اعذريني يا بنتي، دي اول مرة نبعد عن بعض. وماله يا بابا، ما انت مسافر مأمورية وهتاخد علاوة، وأسامة هيلاقي اللي يخدمه في الداخلية وهينجح، وانا كمان اهو دخلت المعهد علشان اتعلم ازاي ابتدي حياتي الجديده، وكل حاجه هتبقى كويسه قوي يا بابا، وهيجي اليوم اللي نرجع فيه بيتنا تاني. ان شاء الله يا بنتي ان شاء الله. مع السلامه يا بابا. مش لما يجي حد يوصلك لاوضتك من هنا ورايح، عاوزاك تسيبني لوحدي عشان اعتمد على نفسي. ما انتش عايزه حاجه. عايزك تخلي بالك من نفسك وتطمن عليا يا بابا. ربنا يوفقك يا بنتي. Thank you.
أنسة، تسمحي لي أعبر لك عن تقديري لموقفك النبيل وشجاعتك. مين يا فندم؟ أنا الدكتور صلاح، صلاح عزمي. أهلا وسهلا. أنا باجي هنا عشان أعمل دراسات لأمراض العيون، وهيسعدني بالطبع إن أنا أدرس حالتك. يا دكتور أنا ما جيتش هنا عشان أعالج عينيا، أنا جيت أتعلم إزاي أعيش من غيرهم. يمكن في أمل. مش عايزة أجري مرة تانية ورا الأوهام. على العموم أنا هكشف على عينيكي و... أرجوك، أنا مبسوطة كده. عن إذنك. طيب على الأقل تسمحي لي أوصلك لغاية أوضتك. هي نمرة كام؟ أوضتي نمرة 17. عديت على الأوضة من غير ما أخد بالي. شكرا قوي يا دكتور صلاح. خلق الكون لا ينسى خلقه. إنني راضية بحياتي الجديدة، بل إنني أصبحت اليوم أحب الحياة أكثر من أي يوم مضى، وأحب كل شيء حولي. تعبتك معايا؟ بالعكس أنا مبسوط قوي. على العموم التمثال قرب يخلص. إيه رأيك؟ في منتهى الجمال. أنت بتجاملني كتير قوي. ده إعجاب يا سهى مش مجاملة. ويا ريت أقدر أعمل حاجة أكافئك بيها. أنا متنازعة عن المكافأة دي إذا كان قصدك تعالج عيني. وبعدين معاكي بقى يا سهى. دكتور صلاح، أنا جربت الانتظار المر وانا بستنى نتيجة العملية اللي فاتت، ولما فشلت عرفت معنى اليأس اللي كان هيخليني اخلص من حياتي. لكن المرة دي الوضع اتغير. لا يا دكتور صلاح، انا مش عاوزة اتعرض للحالة دي مرة تانية. مش عاوزة افتكر تاني انه راح مني اغلى حاجة في الدنيا بعد ما نسيتها وابتديت اعيش. مش عاوزك انت تكون السبب. ما كنتش اعرف انك عنادية للدرجة دي. تسمح لي أروح المكتبة؟
ايوه بس هاخد لك صوره فوتوغرافيه زي ما عملتي للتمثال. عندك مانع؟ امرك. بس انا هاخد وقت طويل عشان اطلع الصوره كويسه. حاضر. بتفكري في حاجه مهمه باين عليكي. انا في الحقيقه ان اليومين دول في زحمه افكار كتيره في دماغي. وايه الافكار دي بقى يا ترى؟ ابتديت الاقي معاني جديده في الحياه ما كنتش عارفاها. طب انا عندي فكره. ما تسجلي الافكار والمعاني اللي جات لك ديت. ما انا ابتديت الف كتاب صغير كده على قدي. كده؟ برافو برافو. دوري عينيكي كده في كل ناحيه. ليه؟ لا انا شايف شويه تراب عليهم. حاضر. الناحية التانية؟ كمان شوية؟ لا لا مفيش حاجة، أنا كنت غلطان. هي قولي لي، وحسام الكتاب إيه بقى يا ترى؟ شمس لا تغيب. شمس لا تغيب، اسم جميل. أنا متشوق أوي إن أقرأ الكتاب عشان أقرأ أفكارك. بتقول ما لقيتش حاجة في عينيا؟ بالعكس، لقيت كل اللي أنا عايزه. وإيه اللي كنت عايزه؟ مش هتكلم دلوقتي. مش هتاخد الصورة؟ هاخدها. صورة، ايه رايك لو تعودي نفسك على الخروج من المعهد شويه بشويه؟ تحب نخرج المجمع؟ الا بقى اذا كنت مش واثقه فيا تقدري تخرجي مع حد تاني. انا ما بثقش فيك يا دكتور. يعني اتفقنا؟ حاضر. برافو، خلي الابتسامه الحلوه دي عشان الصوره. بصي قدامك، ارفع وشك فوق. واحد، اتنين، ثلاثه. برافو. الله، دي صورة حلوة قوي. أنا هاخدها يا سهر. لكن قولي يا أسامة، عينيا بقى شكلها إيه؟ أحلى عينين. يا كذاب، مش مصدقاني؟ لا. طب أنا هقدم الصورة دي في المسابقة اللي عاملاها مجلة الجيل. مبقاش أسامة إن مكنتيش تطلعي صاحبة أجمل عيون في الشارع. وإيه يعني يا أسامة؟ جمال العين مش في منظرها، لكن في اللي بتشوفه من جمال الدنيا. خلاص يا سوى؟ أيوة حالا. يلا يا حلو. أسامة كده كويس؟ جنان يا أونطجي. يلا يا سهى يلا. يا سمير جارتكم العاميه؟ هي بترقص هناك. ساكت ليه؟ وانت ساكت ليه؟ استني جوابك. انا جيت ما تسالني. انت عارفه سؤالي. وانت عارف جوابي. تاني
أنا مش عارف مين ده اللي بيرقص معاها. أنت مالك يا أخي؟ سهى، أنا عايز أعترف لك بحاجة. قول يا صباح. أنا لما كنت باخد لك الصورة كنت بتكشف على عيني. يعني كنت واخدة بالك؟ قلبي كان حاسس. غريبة. مش بيقولوا إن النور لما ينتفي من العين بينور في القلب؟ بس أنا عايز أطمنك إن العملية ممكن أوي إنها تنجح والنور يرجع لعينيكي. صلاح، أنا مش عاوزة أعملها. أنت ليه مصمم على كده؟ دي حاجة فيها خير علشانك ومجد كبير علشاني. بقى اسمعي، دلوقتي أنا عاوز أكلمك بصراحة. أنا بحبك يا سهى، واللي شايفه إنك أنت كمان بتحبيني، ونتيجة الحب ده طبعا إننا هنتجوز، مش كده يا سهى؟ لكن قبل ما نتجوز لازم أعمل العملية. يعني ده شرط عشان تتجوزني؟ أيوة يا سهى، وبصفتي زوج المستقبل من حقي إن أصمم على طلبي. مش لما وافق قبل على الجواز؟ أنا كنت فاكر إن دي حاجة مفروغ منها. قد كده أنت واثق من نفسك؟ أنا واثق من حبك ليا. بس دي خطوة عاوزة تفكير كبير. وقفتي ليه؟ احنا اتأخرنا. لكن ما قلتليش رأيك. هقولهولك بعدين. سهى، يلا يا صلاح، علشان انا كمان احس ان ثقتي فيك في مطرح. اتفضلي. بنتي دي برجلة مخي من ساعة ما جت. بنت مين؟ دي مسألة طبيعية يا صديقي. ازاي بقى؟ ايوه ازاي بقى؟ انا هفهمك، ولو انك انت دلوقتي سكران ومش هتفهم حاجة ابدا من اللي انا هقوله. اسكريزي يا لالا. من عناية. طب اتكلم على طول، ده مش وقت هزار. شوف بقى، الست بتجري ورا الراجل لانه خشن وقوي. لأول مرة الاقيك بتتكلم عدل. والراجل بيجري ورا الست لأنها ناعمة وضعيفة. لتاني مرة. وصاحبتك دلوقتي بعد ما راح نظرها بقت ضعيفة أكتر من الأول، بقت ناعمة أكتر من الأول، هتشعر قدامها بقوتك أكتر من الأول، لأن عندك حاسة هي فقدتها. يعني بقى في عطف يقوي الرغبة. يعني بالاختصار هتتنيل على عينك اكتر من الاول. لتالت مره لقيتك. خش انت بقى، خلينا هنا بلاش فلسفه. ايوه ولا خلينا هنا مع المفتاحين. المفتاحين قوي. نرقص بس من غير فلسفه. حاجة حلوة قوي يا نوال. يلا بقى وخلصي الباقي. حاضر. دكتور صلاح، يعني ماشي كده وما تجيش تقعد معايا، انت مقاطعني ولا ايه؟ بالعكس، انا بس شايفك مشغول عشان بتحضر للمعرض. وماله يا اخي، ده ما يمنعش انك تيجي. تعالى تعالى. اتفضل. على فكرة انت مش مقاطعني انا بس، لا انت مقاطع سهى كمان. اصل انا لسه شايفها مشغولة في الكتاب اللي بتألفه. الكتاب مخلص من زمان كده. تعرف ان احنا دلوقتي بنطبع طريقة برايل عشان اخواننا المكفوفين؟ قد كده كتاب كويس؟ قوي قوي يا صلاح. البنت دي عندها خيال خاص واراء بسيطة لكن في منتهى العمق. خسارة انها تسيب المعهد. تسيب المعهد؟ ايوه، بعد المعرض مباشرة.
ولا حصل حاجه منكم؟ ابدا. افتكر كويس انا تكون قلت لي حاجه ضايقتها. بالعكس، احنا كنا لاخر لحظه كويسين مع بعض. غريبه، جايز بقى يكون عندها ازمه نفسيه لو من دول. تعال نشوفهم مع بعض. صباح الخير يا سهى. صباح الخير. برافو برافو، دول طبعا نسخ كتير من كتابك. ايوه، بس كنت عايزه ابعت نسخه للاديب الكبير. نبعتها له النهارده؟ عرفنا، اسمحي لي اوصلها له. العفو يا دكتور. ومش عايزه تبلغيه اي رساله؟ افتكر لا. عشان حضرتك. علشاني انا؟ اسم الاستاذ عصام. عصام؟ طيب قول له انا جايه حالا. حاضر يا فندم. اتفضل يا دكتور صلاح. يا سهى، أنا عايز أتكلم معاك لوحدنا. مش عارف ليه دايما بتتهربي مني الأيام دي. مفيش حاجة، بس أنا بفضل كده علشان ما يبقاش في تأثير منك، وأنا بفكر في العرض اللي عرضته عليا في الكازينو. بس أنت كمان كلمتيني قبل كده عن الانتظار المر. هرد عليك قريب، قريب قوي. سهى، ازيك يا عصام؟ وحشتيني يا سهى. استاذن انا بقى. مع السلامه يا فندم. مش لما اقدمكم لبعض؟ الاستاذ عصام جارنا وخطيبها. انا اللي بقدمك يا عصام. الدكتور صلاح طبيب عيون. تشرفنا يا دكتور. اهلا وسهلا. الفرصه سعيده جدا. بقالي مده كبيره ما قابلتش عصام. وانا دخت لغايه لما عرفت انك كان لازم تتصل بيا وتقولي لي يا سهى. ليه، هو عمرو ما قالكش اني اتصلت بيك؟ عمرو؟ ايوه، قريبك اللي رد عليا في التليفون. انا ما عنديش قرايب بالاسم ده. يظهر بقى النمره كانت غلط. طبعا غلط، ده انا حتى كنت مسافر. دكتور صلاح انا عطلتك. لا ابدا، اتفضلي مليني الرساله. عاوزاك تقول للاديب الكبير ان حديثه معايا خلق مني انسانه جديده بتشوف اكتر من الاول، وخلاني افهم معنى الايه الكريمه اللي بتقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أنا حبلغه. متشكرة أوي. سهى، أنت جاي هنا ليه؟ ده حق الطبيعي إني أجي وأسأل عليك. بصفتك؟ أنا خطيبك. آه يا سهى، إحنا متفقين قبل ما تسافر الفيوم إننا نتجوز، مش كده؟ لكن انا قلت لك ان بابا مش موافق، وانا كمان. قلت لي امتى؟ في التليفون. في التليفون؟ ايوه، لما رديت عليا وادعيت انك عمرو. انا ودلوقتي بسالك للمره الثانيه، انت جيت هنا ليه؟ سهى، انا اسف من اللي حصل مني، ومستعد اصلح غلطتي باي ثمن. اطلبي مني اي شيء وانا مستعد انفذه لك في الحال. مع السلامه. بتطرديني؟ مش عايزه اضايقك اكتر من كده مع واحده عاميه. قولي انك مش عاوزاني دلوقتي علشان في واحد غيري. ما تحاوليش تنكري. انا شفتك بعيني وانت بترقصي مع الدكتور صلاح، وكنت حركتيه بعينيك. بتتكلم عن عينيا اللي ما بشوفش ليه؟ لكن ايدك، ايدك كانت بتحس وهي بين ايديه. قد كده قلبك بيتحول بسرعه. عصام، ما تتكلمش عن قلبي. خلاص، انا قلبي مالي. سهى، سهى سيبني يا عصام، سيبني. ما اقدرش اسيبك الا لما تقولي انك ليا. سيبني يا عصام. مش ممكن، مش ممكن. عصام ارحم ضعفي يا عصام. لا يا سهى، انت مش ضعيفة. انا متاسف، نسيت الكتاب. دكتور صلاح. ايه يا سهى، في ايه؟ دكتور صلاح. مالك؟ لا لا لا، مفيش حاجة ابدا، بس كنت عايزة اديك حاجة ورا الكتاب. تعالى لما اديها لك من اوضتي. عصام، متشكرة قوي على الزيارة دي. ايديك التدريش ليه؟ انا الموقف كان شديد عليك، مش كده؟
صلاح ما تقولش حاجه دلوقتي. انا لازم افهم ايه وضع عصام بالنسبه لك. بعدين يا صلاح بعدين. سوها سوها افتحي لي قلبك وكلميني بصراحه. بالطريقه دي مش هتقدري تعيشي ولا تقدري تحلي مشاكلك بنفسك. انت محتاجه الانسان يقف جنبك عشان يساعدك. وانا موجود يا سوها، مستعد اعمل اي حاجه علشانك. كتر خيرك يا دكتور صلاح، انا مش محتاجه المساعده من اي انسان. سوها الو 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 ايوه بتقولي ايه يا سوها؟ الله، لكن عاوزه تسيب المعهد فجاه كده ليه؟ ايه اللي حصل؟ طيب يا سوها اللي يعجبك، انا هاخد اجازه واجيلك حالا. انا مش عارف ليه بس مش عاوزه تقوليلي على اللي حصل. اطمن يا بابا، مفيش اي سبب اخجل منه خلاني اسيب المعهد. طب يبقى ايه بقى؟ انت كنت دايما تبعتيلي في جواباتك تشكري في المعهد واللي فيه، خصوصا الدكتور صلاح. اصلي عاوزه ابتدي حياه تانيه، وعايزه ابتديها اني اصفي كل المشاكل اللي فاتت. مشاكل ايه بس؟ اول حاجه مشكلتك انا. انا يا ست مش عاوزه اتجوز. يا بابا انا مش عايزه احس ان في اي تضحيه بتتعمل علشاني، انا هقدر اعيش بنفسي. لكن انا مستريح كده. يا بابا انت بتحبها وانا برضو مصمم على رايي. مش قبل ما تتجوزي انت كمان. انا اللي هرد على التليفون يا بابا. الو سهى، انا صلاح يا سهى. الو مين يا سهى؟ نمرة غلط يا بابا. مفيش فايده، حاولت اكلمها كتير بتتهرب مني. انا مش فاهم جرى لها ايه. لو كنت فاهم نفسيتها كويس ما كنتش اتصرفت. انا حكيت لك على كل حاجه حصلت بيني وبينها. انت جرحت شعورها صلاح. انا جرحت شعورها؟ طبعا. ازاي؟ ما انتش عارف ان اللي عندهم عاهه من العاهات بيبقوا حساسين جدا. ما تعرفش ان اول واجب علينا ناكد لهم انهم ما يقلوش عننا، وانهم يقدروا يشقوا طريقهم في الحياه زينا تمام. ايوه ده صحيح، لكن انا ما كانش. بكل اسف انت فهمتها انها ما تقدرش تعيش بنفسها، والادهى من كده انك علقت جوازك بيها بشرط انها تعمل عمليه في عينيها. ايوه انا كان قصدي اغريها عشان تسمع كلامي، لان من الاجرام ان اشوف امل قدامي وما اسعاش باي طريقه ان احققه لمصلحتها. وكنت منتظر انها توافق وانت بتقول لها بطريق غير مباشر انها ما تصلحش وهي ضريره تكون زوجه لك او لغيرك. مش معقول ابدا تكون فهمت كده. تاكد ان ده اللي فهمته، وفهمها ده هو اللي بيوجه كل تصرفاتها معاك، لانها بتحط كبريائها وكرامتها قبل حبها وقلبها. طيب وايه الحل؟ ايه اللي تشوفه؟ لازم تحاول انك تقابلها وتغير الفكره اللي خليتها عنك. قابلها ازاي؟ انا كمان كرامتي ما تسمحليش ان حد يرفض مقابلتي. صلاح انت اللي ابتديت بالاهانه والبادي اصلا، وما تنساش قبل كل ده في حاجتين بيقطوك بيها، الحب والواجب. اسمع انا جات لي فكره، ايه رايك لو بعت لها رساله ناطقه يعني اسجلها على شريط وابعته لها؟ دي احسن فكره صراحه. يلا على طول وما تضيعش الوقت، بس اسمع اوعى تلبخ في الكلام مره تانية. لا ما تخافش المره دي. انا هسيبك بقى علشان تتدحدح في الكلام. سلام عليكم. مع السلامه. تبين انه بعت لك شويه موسيقى كويسين. سهى انا ما لقيتش طريقه غير كده اكلمك بيها. سهى ارجوك تستني وتسمعي اللي هقوله. ما تنسيش انك عملتيني بقسوه الايام اللي فاتت وكان لازم ابعد عنك للابد. لكن تصرفاتك دي يا سهى مش ممكن تفصل بينا، مش ممكن. لان اللي جمعنا هو الحب. الحب اللي اختارك ليا
واختارني ليكي من بين الملايين. يا سهى ما تخليش الحالة اللي انت فيها توجهك توجيه خاطئ. انا عاوزك تفكري دايما ان الحب ده عرفناه وانت ضريرة. يعني انا لو كنت اناني كنت اصمم على انك تستني بالحالة دي، ما كنتش ابدا اطلب ان اعملك العملية بنفسي، لانها لو نجحت الدنيا هتتغير قدامك من جديد، وجايز برضو قلبك يتغير من ناحيتي لما تشوفيني. لكن انا بجازف وبحط قلبي ومستقبلي في كفة القدر عشانك انت، عشان مصلحتك يا سهى، وده معنى الحب اللي افهمه. انا بقولك وحفضل اقولك بحبك بحبك بحبك، ومفيش اي قوة في الارض تفرق بيني وبينك. سهى مش قادر اتكلم دلوقتي اكتر من كده، لكن انا هاجي بكرة الساعة 7 وهقابلك واكمل كلامي، وبعدها انا متأكد ان الرد بتاعك اللي بستناه هيكون ايوه. يا سلام، انا ما كنتش متوقع اسمع موسيقى اجمل من كده. الجدع ده بيتكلم من قلبه. وليه ما يكونش بيمثل؟ ده دكتور يا بنتي مش ممثل. بابا الرسالة دي خاصة بيا. وبابا لازم يعرف كل حاجة. سوا بابا انا عاوزاك تروح لأبلة كوثر وتقول لها ان انا عازماها على الشاي بكرة الساعة 7. اقدر اعرف سبب العزومة دي؟ ما انت عارف يا بابا. ايوه يا بنتي، لكن انا قلتلك 100 مرة. اللي هيحصل بالنسبة لك هيحصل بالنسبة لي في وقت واحد. اهو كده يا بنتي، ربنا يهديكي. يلا يا بابا هروح لها دلوقتي حالا، وبالمرة كمان هفوت على أسامة في المدرسة. أنا بقولك وحافضل أقولك بحبك بحبك بحبك، ومفيش أي قوة في الأرض تفرق بيني وبينك. سهى مش قادر أتكلم دلوقتي أكتر من كده، لكن أنا هاجي بكرة الساعة 7 وهقابلك وأكمل كلامي، وبعدها أنا متأكد إن الرد بتاعك اللي بستناه هيكون أيوه. مساء الخير. اهلا وسهلا. تعال يا عصام خد الشاي معانا. اتفضل. عنك انت يا حبيبتي. ما تخافيش، انا بعرف امتى الفنجان بيتملي من صوت الشاي وهو نازل. متشكر أوي. يا ترى أنا أنفع ست بيت؟ طبعاً، وست بيت ممتازة. عصام قوم خد الشاي بتاعك، أنت مش غريب. طبعاً أنا مش غريب. بابا. أيوة يا صاح. ساكت ليه؟ أبداً مفيش. عاوز أسمع صوتك. لما أسمع صوتك أنت الأول. يعني أتكلم أنا؟ بعد ما يمشي عصام. ليه يا بابا؟ أنا هتكلم على طول. بعد إذنك طبعا. زي ما يعجبك يا بنتي. عارفين إيه الحكاية؟ بابا بيحبك. وبعدين وياكي. طب وماله يا عمي؟ ده الحب أشرف كلمة عرفناها.
ايوه يا ابني بس مش تخلوني اكمل كلامي؟ كملي يا بنت. واللي بابا بيحبها بتحبه مش كده يا ابله كوثر؟ ايوه هي قالت لي كده. ونتيجة الحب ده طبعا الجواز، بس هو بيقول انه مش ممكن يحصل الا بشرط. عارف ايه هو الشرط ده يا دكتور صلاح؟ الشرط اني اتجوز انا كمان. ده شرط معقول جدا. ده اللي خلاني افكر اني انفذ كلامه، ولو اني خايفة لحسن اكون حمل تقيل على الانسان اللي اتجوزني. بالعكس يا سهى. دكتور صلاح انا فرحانة قوي لاني لقيت انسان واحد يقبلني في بيته، والانسان ده موجود هنا وكلمني وطلب ايدي، واديني بقول له ان الرد اللي بيستناه. ايوه ايوه يا عصام. متشكر قوي يا سهى. ايه ده؟ انا ما سمعتش ولا كلمه مبروك. قد كده الناس بتكره الجواز؟ مبروك يا عصام. عقبالك. مبروك يا سهى. متشكرة قوي يا دكتور صلاح. سهى انت فرحان دلوقتي يا بابا؟ ازاي افرح يا بنتي وانت قلبك حزين؟ انا سهى انا اب واعرف بنتي. بس لو عرفت اللي حصل كنت تعذرني يا بابا. صلاح يا بنتي قال لي على كل حاجة وعرف غلطته واعتذر لك، وكان باين الصدق في رسالته اللي سمعناها سوا. أنا كنت زيك خلاص هصدقه، لكن حبيت أتأكد بنفسي، علشان كده ندهت العصام واتكلمت قدامك وقدامه علشان أعرف هيعمل إيه. مش هو اللي قال إن مفيش أي قوة في الأرض هتفرق بيني وبينه؟ لكن عمل إيه؟ قال لي مبروك علشان هتجوز واحد تاني. أمال يا بنتي عايزاه يقول إيه وهو شايفك بتفضلي عصام؟ اللي بيحب واحدة وعايزها لازم يحارب علشانها ما دام متأكد إنها بتحبه. لكن يا بنتي إزاي تقدري تعيشي مع عصام وإنتي؟ اطمن يا بابا، اللي خلاني أعيش من غير عينين هيخليني أعيش من غير قلب. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا بنتي. مسافرة يا ماما؟ انا مش ممكن استنى اتفرج على المهبلة بتاعتك دي. يا ماما انا اتورطت في الحكاية. خلاص كمل ورطتك وتجوز البنت العامية بتاعتك. يا ماما يلا يا زينب. طب مع السلامة يا ماما، وانا حطيت عليك في العزبة بعد كام يوم. انت مستخبي هنا؟ انا خفت. ولا يهمك يا شيخ، ده انت زعلتها منك قوي. ما تخافش، كلها يومين ثلاثه وتروق ونصطلح. يلا بينا ناخد كاس. يلا ده شيء واجب دلوقتي. خد متع نظرك. الله، دي مش صوره سهى دي؟ اخوها قدم لها في مسابقه جمال العيون بتاعت الجيل وهي عمية. تقول ايه يا اخويا؟ سيبك انت، ده العنين الجميله دي خساره في العمل. لكن قول لي، انت ناوي تتجوزها بصحيح؟ انا في دماغي دلوقتي حاجة واحدة بس، اوصل لها بأي تمن، بجواز. من غير جواز؟ بأي طريقة. ولو تمت بجواز يا ابو عاء
هتستحمل عماها ازاي وهتخلص منها ازاي؟ بسيطة جدا جدا. بيظهر ماما ما هنش عليها تفوتني لوحدي. الملح هاخد كاس تاني. في صحتك. صباح الخير. صباح الخير. ممكن اقعد معاك 10 دقايق؟ ايوه اتفضل. نقدر نتكلم لوحدنا؟ قوي سمير. مفهوم مفهوم. انا هستنى في اوضتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. كمان صوتك متغير، سهران امبارح؟ انا هدخل في الموضوع على طول عشان ما اضيعش وقتك. وانا منتظر. انت عارف احنا الاثنين كنا بنتنافس على حاجه واحده. انا انهزمت وانت انتصرت. معلش خليك سبور يا دكتور. انا قابل الهزيمه بس احب النصر يكون نصر كامل. قد كده تهمك مصلحتي؟ لا انت صريح قوي. انا بدور على مصلحتها هي. اه وافتكر انت كمان يهمك مصلحتها، خصوصا اذا كنت هتستفيد من اللي هعمله. هتقدم لنا هديه؟ اكتر من كده. انت شوقتني قوي. انا هقدم لك زوجه كامله. وسهر هي دي الزوجه الكامله اللي هقدمها لك. اسمع بقى، خد كاس وكلمني بالمفتوح. باختصار انا عايزك تساعدني في ان اعيد لها نظرها من جديد. ممكن يا دكتور؟ في امل كبير. يظهر ان احنا هنتفاهم قوي. كمل كمل. سوى مش عايزه تعمل عمليه، مصممه على كده. دي تبقى اكبر مغفله. احيانا العقد النفسيه بتخلي الانسان يتصرف تصرفات هو شايفها صح، لكن الناس بتشوفها غلط ومش صحيحه. طب سيبنا بقى بالعقد النفسيه دي وخلينا في العمليه بتاعتها. شوف بقى، انا لقيت ان الحل الوحيد ان اعمل لها العمليه من غير ما تعرف، هنا في بيتك. ازاي بقى؟ نقدم لها اي مشروب، مش خمره طبعا. لا لا، ما هي ما بتشربش خمر. هديلك ماده مخدره تحطها في المشروب. وبعدين؟ انا هكون محضر كل الادوات بتاعتي هنا واعمل لها العمليه. وان ما نجحتش العمليه يبقى ما خسرناش حاجه. لكن اذا نجحت تبقى حاجه لوز. لوز مقشر. اه اهي كده تبقى جوازه معقوله. لكن ايه مصلحتك في كده مع ان دي حاجه مخالفه للقانون؟ انا بجازب باسمي وسمعتي في سبيل الشهره اللي هتجيلي لو نجحت العمليه. شهره وبس؟ وبخدم الانسان اللي بعزها ولو انها دلوقتي ما بقتش من نصيبي. اسمع، انت راجل صريح وانا معجب بصراحتك. اتفقنا. لكن استنى، هتعمل العمليه دي امتى؟ لما تتجوزوا. وافرض العمليه ما نجحتش، اشرب انا المقلب؟ انا كمان تعجبني صراحتك. قصدي يعني كويس كويس. نقدر نعمل العمليه قبل الجواز. لكن ازاي هجيبها لحد هنا؟ الحكايه مش سهله ابدا. في فرصه كويسه. الحقني بيها. الخميس الجاي ابوها هيتجوز. في الليله دي تقدر تتفق مع واحده قريبتك ولا تأجر واحده مثلا بس يكون مظهرها معقول. مفهوم مفهوم. وتعزم سهى عشان تكملوا بقيه السهره هنا في البيت. قال ايه؟ عشان تسيب البيت لابوها من باب الذوق. يا سلام يا دكتور على افكارك النيره، ده انا هديك اتعاب كويسه جدا. يا سهى قد ايه ليلى بنت عمي فرحان. هو انتم غرب يا عصام؟ بس انا زعلان ان ماما عيانه وما قدرتش تيجي. لا سلامتها. اسمع يا عصام، ما تيجي نكمل السهره عندك في البيت اللي تشوفيها بنت عمي. خليها ليله تانيه علشان ما اقدرش اسيب البيت. بالعكس لازم تسيبيه ساعه ساعتين لباباكي وهيتسلم على تيزا بالمره. دي هتفرح بيكي خالص يا سهى. ها؟ حاضر. أسامة أسامة. نعم يا سهى. لو بابا سأل عني قول له إن أنا رحت عند عصام، ها؟ وهرجع على طول. هو فاضي دلوقتي يسأل على حد؟
ايوه يا عصام، هي جت عندك؟ طب اسمع، اديها المخدر وانا جاي على طول. ها هي ماما لسه مصحية؟ لا لسه. طب هاتلها الدواء على بال ما تصحى. طب ما تتأخريش. انت انستينا. الله يحفظك. اما انا هعمل لك حته كوبايه شربات انما مدهش. على ايه يا عصام؟ ما احنا شربنا في البيت. لكن ده شربات جوازنا، شربات الايام السعيده اللي هنمضيها سوا. خد يا سهى شرباتنا احنا الاثنين. الله، انت ليه ما شربتيش؟ لاننا مش هنتجوز يا عصام. انت بتقولي ايه؟ افتكر ان دي حاجه ما تضايقكش ابدا. اقدر اعرف السبب؟ انا قبلت بس علشان بابا ما يرجعش في كلامه ويتجوز قبل كوثر. ولا عملت كده عشان تخلي صلاح يتحرك شويه لما يعرف انك هتروح من بين ايديه، مش كده؟ لا يا عصام، لا انا لا لك ولا لصلاح ولا لاي حد. انا مش مغفل تضحك عليا ولا انا لعبه بين ايديكي، انت سامعه؟ ما تنساش انك رجعت في كلامك قبل كده وتنكرت ليا لما اتعميت وانا لسه عندي، ونكت العطف دي اللي جات لك تقدر تنساها وتريح نفسك مني. لكن يا سهى ده مش عطف. انا مش هغير موقفي ده ابدا. ده رايك النهائي؟ ايوه. ودلوقتي اشرب ده في صحة صديقتنا. لا يا سهى استني، ما تشربيش. مفيش اجمل من الصداقة يا عصام. تسمح لي اروح بقى؟ لما ترجع علي. يمكن تتاخر وانا حاسه بدوخه شويه. ياه انا دايخه قوي. عصام مش قادر اقف. عصام عصام مش عايز ترد عليا. عصام لحقني. عصام عصام أنا مغفل أديك هدية لصلاح بعد كل اللي عملته؟
تاني سلم عشان توصلي له، برضو هكون سلم عشان توصلي له. الو ليس نجدة، من فضلك في واحد تهجم عليا هنا في بيتي. سهر سهر بتعمل ايه؟ ما تخافش يا اسامه، انا بعملها عمليه عشان تفتح. ناولي الترابيزه اللي هناك. اوام اوام أسامة، بعدين أسامة. ظابط، انا لقيت الدكتور حاطط لها حاجه في كوبايه الشربات، ولما شكيت راح هاجم عليا ونزل فيها ضرب، ودلوقتي بيشوه عينيها فوق. اهو يا حضره الظابط. اهو يا حضره الظابط. هنا كمل العمليه وبعدين اعملوا اللي انت عاوزينه. شوف ازاي؟ شوف. اي دقيقه تمر خطر على حياتها. ارجوك يا حضره الظابط ارجوك، اتفضلوا اخرجوا بره وخدوا الولد فوقوه باي طريقه. خد الولد. أسامة سهى أنا هستنى معاك أساعدك، أنا عندي فكرة عن فن التمريض. متشكر أوي. فين فضلك خد الغسيل؟ جوه عندك. اعمل لها العملية فوق. عملية؟ سهى سهى انت عملت ايه؟ عملت ايه؟ سهى انا تحت امرك يا حضرة الظابط. Thank you.
المجني عليها رفضت الزواج من الطبيب مما حفزه على الانتقام بتشويه عينيها. سهى تفوز بمسابقة الجيل لأجمل عيون في الشرق وهي مكفوفة. الدكتور ده هيروح في داهية مفيش كلام. طبعا إذا كانوا لما كشفوا على عينيها في الغيار لا هو ما بتشوفش. ما مش معقول العملية تنجح في ظروف زي دي. دي حاجة مقصودة يا أستاذ وباينة زي الشمس. أنا مش قادر أصدق. الغيرة والفشل بيعملوا كتير يا ثروت. المهم إن الحفلة بتاعتنا الليلة هتبقى قنبلة الموس. سادتي، كلكم تعرفون قصة هذه الفتاة التي فازت في مسابقة أجمل عيون التي أجرتها مجلة الجيل. إن مصير عينيها الجميلتين سيتحدد الآن بمعرفة الأطباء المنتدبين، ولكن قبل أن تتركنا للكشف على عينيها وقبل أن نعرف خاتمة هذه القصة الدامية من الحب والحقد والغيرة، أرجو أن تحيوا معي هذه الفتاة التي قابلت وتقابل الصدمات بشجاعة وروح عالية، فلم يمنعها إظلام عينيها من أن تكافح وتعمل وتحيا، وكان أول ثمرات إنتاجها المؤلف الأدبي الممتاز شمس لا تغيب. في الحقيقة قد ما أنا بشكركم قد ما أنا مكسوفة منكم، لأنكم جيتوا تشوفوا عينين حلوة، عينين حية ومش عينين ميتة، وعلشان كده ما أقدرش أقبل الجايزة دي. لا يا نسا، الجايزة دي من حقك أنت مهما كانت النتيجة، وأعتقد أن الجمهور بيشاركني رأي. اتفضلي بقى عشان الدكاتره مستنيين. ودلوقتي اسمحوا لي اعرف مصير عينيا ومصير المتهم اللي عمل العمليه. اتفضلي. لا انا بطلب من المتهم، من الدكتور صلاح، عايزني انه يكون عنده الشجاعه الكافيه ويجي هنا قدامكم. اتفضل يا دكتور صلاح، تعال هنا قدام الناس علشان تعرف بنفسك نتيجه عملك. تعال علشان الجمهور يعرف ايه نفسيتك، ايه اخلاقك، ايه قوه ضميرك. ليه عايزة تحرجيني يا سو؟ كل واحد يتحمل نتيجة عمله. اتفضل.
بابا، انا فتحت يا بابا. تستغربش، أنا عارفة شكلك من التمثال. أصلي بيني وبينك شلت الرباط من على عينيا في البيت وعرفت إني فتحت. وليه حرب الأعصاب دي بس؟ يعني عاوز تعرض مستقبلك للخطر علشاني، ومش عاوزني أبرأك وأخليك تاخد المجد قدام كل الناس دي اللي أخدت فكرة عنك غلط. يلا صلاح، تعالى حقيقة، الليلة دي ليلة. يلا. ليلة تعبانة.